فاتتني ركعة من صلاة الكسوف فكيف أصنع؟ تأتي بركعة بدالة على صفتها، تأتي بركعة بعد سلام الإمام على صفتها ذات ركوعين، تقوم وتقرأ الفاتحة وتقرأ بعدها من القرآن ثم تركع ثم تقوم وتقرأ الفاتحة ثم تقرأ بعدها من القرآن ثم تركع ركوعا ثانيا ثم تسجد سجدتين ثم تأتي بالتشهد الكامل الأخير وتسلم.